في ختام فعاليات حدائق الفن التي تقيمها وزارة الثقافة في عدد من المحافظات، أقامت مديرية ثقافة حمص حفلا موسيقيا في حديقة الدبلان بالمدينة، أحياه الفنان إبراهيم البيطار وفرقته الموسيقية، حيث قدموا أغاني طربية وتراثية وسط حضور جماهيري. اليوم نحن بختام فعاليات حدائق الفن اللي أطلقتها وزارة الثقافة على مدى شهر ابتداء من 12 أيلول وانتهينا اليوم ب 16 أيلول. اليوم حديقة الدبلان بحمص احتضنت الفنان إبراهيم بيطار وفرقته الموسيقية. طبعا إبراهيم بيطار هو مطرب شعبي بصوته الجبلي والمحبب لدى جمهور حمص، ولاحظنا اليوم وجود كتير عدد كبير من الجمهور، أولا لمتابعة الحفلة الحلوة وثانيا لحضور نهاية فعاليات حدائق الفن واللي هي ختام لصيف 2021. فعالية الحدائق هي مبادرة جميلة جدا تسلط الضوء على كتير ناس وعلى كتير مواهب وعلى كتير تفاصيل موسيقية غنائية تصوير رسم مسرح، كتير شيء مهم ومفيد جدا يعني، وبادرة لازم تكرر بشكل دائم. هلأ بتوقع الفعاليات تبع حدائق الفن يعني بتخلي الفن ينتشر، نحن بحاجة انه نحس انه الفن صار شعبي، العالم كلها تسمع سواء شعر سواء طرب سواء موسيقى، يعني هاي الشغلات كلها اللي هي اللي بترفعنا شوي عن هالجو اللي نحن عم نعيشه. هلا ممكن بالمركز الثقافي يكون شريحه معينه متعوده هي تحضر بالمركز الثقافي، اما هون كله عائلات، يعني بتشوف الصغير الكبير الناس الجو الشعبي البسيط الحلو كلهم جايين بس يسمعوا موسيقى مع الهوايات الحلوات. يعني فعالية حدائق الفن استمرت على مدار الشهر وقدمت فيها كل خميس باقة من النشاطات الفنية المتنوعة الغنائية والمسرحية في منبر ثقافي فني طبيعي معيدة للفنون المسرحية دورها الأساسي بالتواجد بين الناس. الأخبارية السورية، وسام ديوب، حمص.